سلام. اليوم وعلى غير العادة غادي نتشاركوا معكم وصفة فعالة لتقوية الشعر والمعالجة التساقط ديالو. هاد الوصفة ما كتخصش غير النساء فقط، حتى الرجال اللي كيعانيوا من نفس المشكل يمكن ليهم يستعملوا هاد الوصفة. في هاد الوصفة غادي نحتاجوا الحرمل، كيمنع تساقط الشعر وكيغذي الجذور ديالو. غنحتاجوا الزعتر، كيقضي على القشرة نهائيا ويعطي للشعر لمعان وحيوية. اما اليازير او اكليل الجبل، كيغذي الشعر وكيمنع الشيب المبكر وكيخفف لينا من جفاف فروه الراس. والورد كيعالج مشاكل تقصف اطراف الشعر وتطهير فروه الراس، وكتخلص من الحساسيه، وحتى هو كيساعد في اطاله الشعر ويمنعه من التساقط ويعمر الفراغات والصالح. اما الخزامه كتعطل ظهور الشيب وترطبه وكتعطيه لمعان وحيويه، وكتطولو دغيا وتعالج الثعلبة والتونيا. والثومة راه عندها فوائد كثيرة، كتمنع تساقط ديال الشعر وكتعالج القشرة وكتقوي الجذور ديالو. وندوزو لزيت العود او زيت الزيتون، كيعطي للشعر لمعان وقوة وهو كيناسب جميع انواع الشعر. ناخدو الثومة مقسومة على هذا الشكل، جوج معالق حرمل عبرناهم معلقة كبيرة، جوج معالق زعتر، جوج معالق يازير، جوج معالق ورد، جوج معالق خزامة. نزيد زيت العود، انا غادي نعمر القرع حيت كنستعملوه بزاف. بالنسبه اللي بغى يستعمل غير نصف الكميه يدير نصف المقادير. هاد الدواء خاصو يبقى على الاقل 20 يوم بعيد على الضوء. اما طريقه الاستعمال، نخلطو مزيان ونهزو بلا تومه هكا القياس اللي غادي يكفي الشعر ديالنا، وندلكو به الشعر شويه بصبعنا وندهنو طول ديال الشعر. نخليو على الاقل ساعتين مع المداومه مره في الاسبوع، وغادي تشوفوا ان شاء الله نتيجة اللي غادي ترضيكم. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.